رمضان نفح الطيب للأزمان بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن هو للهدى عنوان شهر التقوى رمضان طاب امرؤ غنم الثواب بصومه نال المنى بموارد الغفران فبه يفوز الطائعون برحمة بنوالها عتق من النيران بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن هو للهدى عنوان شهر التقوى رمضان رمضان فيض النور للأكوان رمضان نفح الطيب للأزمان رمضان فيض النور للأكوان رمضان نفح الطيب للأزمان بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن هو للهدى عنوان شهر التقوى رمضان قم يا أخي صم ثم جد متصدقا رمضان شهر البر والإحسان واهنا بذكر الله في أيامه واشف الفؤاد بختمة القرآن بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن هو للهدى عنوان شهر التقوى رمضان رمضان فيض النور للأكوان رمضان نفح الطيب للأزمان رمضان فيض النور للأكوان رمضان نفح الطيب للأزمان بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن هو للهدى عنوان شهر التقوى رمضان فيه من البركات أعظم ليلة غراء فيها نفحة الإقبال هيئ نفيسا ساد واعلم أنه لا كنز يعدل صالح الأعمال بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن هو للهدى عنوان شهر التقوى رمضان رمضان